الجميل معنا في الاستوديو العميد أركان حرب المعاش طارق الوديع، والد الضابط محمد الوديع، وهو من ضباط 8 إبريل. سيادة العميد أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية، ما هي معلوماتك عن تصديق وزير الدفاع على الحكم؟ هو سيادة الوزير صدق على 21 ضابط من ضباط 8 إبريل عدا محمد وديع، لأن المجموع 22 ضابط، وكذلك يبقى خارج عملية التصديق ضباط 27 مايو اللي هم هاني شرف، فؤاد الدسوقي ده موجود في السجن، هاني شرف ده بره مع أهله، وعمرو جميل ده كان سنة وخلص الحكم بتاعه. كذلك ثلاثة بتوع 20 نوفمبر، مرحبا 20 نوفمبر، اللي هم الدكتور الدكتور عمرو وتامر بدر والرائد أحمد شومان. إذا المجموع الموجودين في السجون خمسة، دول اللي في السجون، واحد من 8 أبريل وديع، واحد 27 مايو فؤاد الدسوقي، الثلاثة بتوع نوفمبر، فصدق على 21 من 8 أبريل. متى يتوقع؟ علما بالآتي، التصديق على الحكم اللي صدر في نزول التحرير اللي 3 سنين وسنتين وسنة، واحد خانة 4 سنتين، الباقيين 3 سنين. أما بقية الأحكام فما زالت التصديق عليها ما تمش. هل عند حضرتك فكرة متى سيتم الإفراج عن هؤلاء الضباط الآخرين؟ هو المفروض قانونا إن أنا بعد ما بيحصل التصديق بعمل التماس عن طريق المحامي بالطعن، الالتماس ده بعد ما بيتكتب بالمبررات بتاعته بيتعرض على القائد الأعلى من القائد المصدق، فالقائد الأعلى من القائد المصدق هو السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فهنا من حق رئيس الجمهورية إنه ياخد قرار، ممكن يكون هذا القرار بعد كده العفو الشامل عن هؤلاء الضباط. ولكن طب موقف بقيه الضباط ايه؟ يعني محمد وديع زيه زي زمايله في كل حاجه، وبالتالي لماذا لم يرد اسمه اذا؟ ما هو عشان هو في السجن. محمد وديع ليه موقف خاص، ما اعرفش السر فيه ايه، وهو يمكن في الاخر كمان احتمال يتقدم لمحاكمه تاني، لانه قاعد يطلب انه عايز يقابل رئيس الاركان او السيد القائد العام مره واثنين وعشره، ما حدش سال فيه. طب انا في السجن حرب كان بيجي لي اللواء فلان واللواء فلان برضه بساله يرد، طب انا عايز اقابل الاثنين دول، واحد منهم يرد عليا، انا ليه انا مش زي زمايلي كلهم ال 21 بره مع اهاليهم، وانا لوحدي سجن انفرادي لمده 126 يوم وربنا حماني ان انا ما جرانيش حاجه. فاضطر يعمل بتاع يعني فيديو كده نشره على النت انه عرض موضوع ان انا حاولت بالتسلسل القانوني وطلبت مقابله السيد رئيس الاركان او السيد القائد العام، وبطلب ان يردوا عليا في 3 اسئله، انا زي زمايلي في نزول التحرير، انا زي زمايلي في المحاكمه، انا زي زمايلي في الحكم، انا مفيش قضيه اتخذت فيها اتزقيت فيها سواء كان مزقوق فيها وانا مش او معاهم فيها ان معايا في زمايل. طب الزمايل دول بره، طب انا في السجن بعمل ايه؟ لو تم معاه التحقيق في هذا الفيديو من اسبوعين، وبالتالي هيتحول برضه الى محكمه عادي، لمحكمه عسكريه. انت كنت تقول انه محمد طارق الوديع لديه حاله خاصه، بالنسبه لهم لماذا هو حاله خاصه؟ بالنسبه ما اعرفش حاله خاصه ليهم ليه، هو كان محمد طارق الوديع كان حضرتك والده اكيد بيقول اشعار، بيقول كلام من ده، فكان ماشيه مع الاحداث. اعتقد بقى هم متخيلين ان هو طيب الناس كلها بتعمل الناس في ناس بتحبه. كتير بتعمل اشعار وهتافات مندده بجهامات، فلماذا يعني محمد الوديع؟ كان العمليه دي خلت بقى هناك حساسيه بين سياده المشير وبين هذا الضابط الملازم من اول المشكله، وبالتالي فوجئت ان فجاه صدر قرار من المجلس ان يتم نقل محمد طارق من السجن من السجن الحربي الى اسكندريه في غرفة حبس فوق مقر القوات البحرية، ممنوع الخروج، ممنوع الورقة والقلم، قضى 126 سجن انفرادي قاتل. كنت مضطر اروح له اسبوعيا عشان يخرج يشوف الشمس، يشوف الدنيا لمدة نص ساعة، لغاية ما انا بقى اصبت بالقلب وكلام من ده، وبدأت الحاجة تروح لوحدي. ولكن المشير لم يعد هو القائد العام للقوات المسلحه، ده اللي احنا بنقوله، وبالتالي هل ذلك ممكن ان يغير من حاله محمد الوديع؟
والله انا ومحمد الوديع خلاص، محمد الوديع ملوش دعوه يعني، هو الخصوم محمد الوديع يهمه ان الجيش يبقى قوي، يهمه ان بلده تبقى حره، يهمه كذا اي ضابط موجود في القوات المسلحه، لان الناس دي اول ما دخلت عشان بتحب بلدها. الناس دي اقسمت يمين الولاء وعايزه يمين الولاء يتنفذ زي ما موجود وينفذوه. فمحمد الوديع ضابط محترم وفاخر، ما خدش الجزه طول عمره لا في الكليه الحربيه ولا بعد ما اتخرج، كان بيعمل الحاجات الصعبه جدا في البيانات وايام التفوق وتخرج كليه حربيه اللي ما حدش عارف يعملها الا هو. وربنا عطاله ده، عطاله جرأه، عطاله قوه القلب، عطاله كده. وده ضابط صعقه محترم نقدر نشغله اصعب مما تتخيلي. فالنهارده عشان الشعر انا بروح بعاقبه عقوبات فوق زمايله. طب ليه ما فيش عدل وما فيش مساواه في ال... إذا عدنا للأحكام، يعني اليوم صدق الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة على حبس 21 ضابطا من مجموعة 8 إبريل سنة مع إيقاف التنفيذ، هل ده يعني إثبات التهم عليهم؟ طبعا وكده ما هي تهمة مزبوطة. هي المشكلة هدم مش عارفه شامل يبقى تهمة، الغرامة تهمة، السجن تهمة، سجن مع إيقاف التنفيذ تهمة، ولكن هي حلها القانوني ان بيبدا المحامي بتاع كل ضابط يعمل الالتماس بتاعه اللي يتعرض على رئيس الجمهوريه عشان يدي عفو شامل لهذا الضابط. وبالتالي انت الان تدفع، انما احنا بنقول في هذا إيه؟ الاتجاه لا، ده احنا بنقول لازم يبقى في حل، في مخرج، لازم يصدر قانون من السيد رئيس الجمهوريه، وهذا القانون بناء عليه يتم العفو الشامل عن ضباط الذين انضموا للثوار، او الضباط اللي قالوا كلمه حق، او الضباط اللي بيحبوا مصر ونفسهم يموتوا في سبيل مصر. لان لما طلعوا لهذا الموضوع يعلموا تماما ان ممكن يتاخدوا ويضربوا بالنار ويتعدموا، ما ممكن يطبق عليهم بقى القانون المقفول ويروحوا قيدهم عادمهم على طول وخلصنا. كان ممكن يتم ده، انما انا ايه اللي خلاني ما عملتش كده؟ لان عارف ان دول اصحاب حق ودول ولاد مصر ودول في الزنقه هم اللي هيبقوا كويسين قوي. وبالتالي سياده العميد اخر سؤال لك هو ما هي الخطوه القادمه من ناحيتكم؟ الخطوة القادمة ان انا بدعو السيدة الفريق اول والقائد العام محمد عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الجمهورية انهم يغيروا الحكم لهؤلاء الضباط ويعدوهم ويديهم العفو الشامل. لازم نتصالح مع بعض يا جماعة، الثورة لازم كل مؤسسة موجودة في الدولة لازم تتصالح مع نفسها. احنا ما بنصلحش اخطاء، احنا من مش بنرتكب مين اللي هيشيل الشيله. احنا مشكلتنا كلنا اتعودنا في الفتره اللي فاتت ان مين يشيل الشيله، ده ما ينفعش الكلام ده. لازم نتصالح مع بعض، لازم الضباط دول يكافئوا، مش هقول بس كمان ياخدوا عفو شامل، ده المفروض انهم يكافئوا على اللي شالوه، لان ما فيش حد يتحمل اللي هم تحملوه. نعم، أشكرك شكراً جزيلاً العميد أركان حرب المعاش طارق الوديع والد الضابط محمد طارق الوديع، أشكرك جزيل الشكر. مشاهدينا بهذا نأتي إلى نهاية عرض الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. أيضاً نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.